الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل. وقالت مصادر صحفية أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محل الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي عن وجود بند للاقتراض في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022. وقال صالح أن احتمالية الاقتراض موجودة في جميع موازنات العراق منذ 2004 وإلى اليوم كجزء تحوطي بعجز افتراضي بسبب قانون الإدارة المالية السابق والحالي الذي يطالب السلطات المالية بألا تذهب إلى زيادة أسعار النفط. أفاد مزارعون في قضاء الشافعية بمحافظة القادسية جنوبي العراق بدمار أكثر من 40,000 دونم من الزراعة الديمية إثر توقف الحصص المائية وتقليل المساحات المزروعة إلى نصف. واتهم المزارعون حكومة بغداد بالتقصير وسوء إدارتها للملفات المتعلقة بالزراعة والموارد المائية والتي تسببت بتعرض 40,000 دونم للهلاك، مشيرين إلى أن مردودهم الاقتصادي الوحيد يأتي من تلك الأراضي الزراعية. وأكد المزارعون توقف 7 مشاريع لإسالة المياه في المحافظة نتيجة عدم توفر المياه وانقطاعها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى خسائر كبيرة تطال الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا معيشيا رئيسا مهما بالنسبة لهم. قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف أحمد العيساوي إن الفلاحين لم يستلموا مستحقات موسم الشتاء الماضي عن تسويق محصول الحنطة. وأضاف أحمد العيساوي أن المستحقات المالية لا تدفع للفلاح مباشرة بعد التسويق، مشيرا إلى أن مسوقي محصول الحنطة لم يتسلموا مستحقاتهم عن الموسم الشتوي الماضي، بينما باشروا تسويق محصول الشلب بانتظار موعد مجهول للحصول على مستحقاتهم. واعتبر العيساوي أن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة غير مجزية للمزارع، إذ تدفع الوزارة 900,000 دينار ثمنا للطن الواحد من رز العنبر، بينما يبلغ سعر نظيره الياسمين 700,000 دينار. ارتفعت الإيرادات المحلية في الأردن بأكثر من 864 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 515 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحوالي 350 مليون دينار. من جهة ثانية، قال وزير الطاقة صالح الخرابشة إن الأردن سيبدأ في التنقيب عن النفط في منطقة جفر والسرحان في شباط المقبل، وأوضح أنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة تماما لمعالجة وتحليل البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية. اتخذ النظام السوري خطوة نحو خصخصة الكهرباء، حيث أصدر رئيس النظام مرسوما يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل وشبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية اللازمة لذلك. واعتبر المرسوم أن القرار يأتي من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030. وقال مراقبون أن هذا القرار يفسح المجال واسعا بشكل أكبر للإيرانيين الذين يتوسع نفوذهم في العديد من القطاعات الحيوية في سوريا ومنها الطاقة، بينما تتفاقم الأعباء المعيشية لملايين السوريين بفعل الغلاء وفرض زيادات متلاحقة على أسعار الطاقة. إلى اللقاء.